مرحبا مشاهدينا، مسرحنا اليوم مسرح تفاعلي بضم أطفال ويافعين، وهذا العرض بيحمل اسم الرحلة. طبعا هذا العرض للمخرج وائل ناجي. تعالوا معي مشاهدينا لنشوفه أنا وياكم سوا. أنا بعشق الشغلات، ما بعرف ما بدي أعرف، حتى لو طلعت الدولار ما رح طبعا العرض اسمه الرحلة، هو نتاج مسرح تفاعلي مع أطفال وصغار ويافعين. حطوته كتير حلوة وبسيطة، العلاقة بأطفال بدار الأيتام، بنشوفهم على المسرح عم يشتغلوا شيء له علاقة بالواقع، شيء بيعبر عن الطفل بسوريا. حتى اللغة اللي بنحكي فيها هي لغة الشارع، اللغة اللي بنحكيها ببيتنا. وقال لي انه هذا المكان المناسب، اخر مره شفته وجابني فوقي وطاني مفتاح بيتك، وقال لي بس اكمل روح بعيش هو مناصر لازم تبقى. هلا انا بلشت برمضان، ما كتير يعني هي اول تجربه لي، ف يعني بلشت برمضان ولهلا يعني اول شيء هي اول تجربه لي مع الاستاذ وائل. انا لي قبل مع المسرح بس تجربه رائعه جدا، اخذنا صيت كتير كبير الحمد لله، وكتير لنا محبين صار. هلا اول شيء انا انه ما كنت اول طالع على المسرح ونهائيا، يعني كان حلم اطلع على المسرح، بس بعد ما عرفت انه في مسرحيه مشاركه وهيك شاركت فيها وجربت، كانت هي أول تجربة لإلي بس عجبتني الشغلة. أي شيء كتير حلو يعني أكيد، ودعم حلو عم بيجينا الحمد لله. إن شاء الله يعني إن شاء الله بتزبط وبنقدر نعرض بكل المحافظات. الحمد لله كتير حلوة، وإن شاء الله رح نضل منكمل بفرقة كلنا سوا المسرحية. أنا جيت متأخرة فلهيك ما أخذت الدور، بس ما هيك مبسوطة كتير، وحتى لما أنا أخذت دور مبسوطة، ويعني الأستاذ كتير كان يشجعنا، وكان بالبداية عندي كتير خجل، بعدين لما اجيت الأستاذ كتير شجعنا وراحت حالة الخجل من عندي. هلأ أول شيء أنا هيك استغربت كمان أنه أنا كيف بدي أكون تعامل معهم، أنا وين حيكون دوري بين الأطفال وهيك، بس بعدين نحن ما عدت يعني أنا ما تعاملت معهم كأطفال كمواهب، أنه هن مواهبهم كبيرة وصار عندي أصدقاء منهم يعني، فيعني فيك تقولي أول شيء تعودنا و صرنا نحب بعض يعني. هلا كتير مهم وقت تعرض كيف بتحسي انه هو ناجح او ما انه ناجح من خلال تفاعل الجمهور. هلا شفنا الجمهور بكيوا ضحكوا، فهذا شيء كتير مهم، وفي عرض متكامل، وبعدين كتير برافو عليه انه قدر يضبط كهالكم من الأطفال 28، يعني هو عمليا كأنه عم يشتغل
مسلسل تاريخي بكومبارس لأنه الطفل كتير صعب ضبطه. يعني عم بحكي لهم الصبايا جوا رجعوني 24 سنة لورا، سكروني بس كنت قدهم، كنت شارك بهيك عروض أنا كمان. وهي كل شيء عجبني، كل شيء القصص كلياتها، إن الحزن والحزن قصص الأطفال. والله حبيت العرض، والله يقويكم يا رب ويكثر الله خيركم. لهون بتكون خلصت رحلة أطفالنا ومشاهدينا. أطفالنا صغار بس أحلامهم كتير كبيرة. إلى اللقاء.